نعرف الآن القليل عن المغناطيسية لنرى إذا كان بالإمكان دراسته أكثر وتعرف أكثر على المجال المغناطيسي وتأثيره على تحريك الشحنات. وهذا عمليا هو كيف نعرف المجال المغناطيسي. أولا، في أي مجال من الجيد أن يكون لدينا طريقة لتخيله مع المجالات الكهروستاتيكية وكل خطوط المجال؟ إذن لنحاول أن نفعل نفس الشيء مع خطوط المجال. لنفرض أن هذه القطعة المغناطيسية، هذا القطب الشمالي وهذا القطب الجنوبي المتعارف عليه في رسم المجال المغناطيسي، هو أننا نختار البداية من القطب الشمالي ثم نسير إلى القطب الجنوبي، ويمكن إظهاره على أنه مسار القطب الشمالي الأحادي المغناطيسي. إذن إذا بدأنا من هنا، القطب الشمالي الطبيعي على حد علمناه، مع أنه نظريا يمكن أن يكون موجودا ولفضل الجدل يوجد لدينا مجال أحادي شمالي. إذا بدأنا من هنا، سنحاول أن نبدأ من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. إذا الطريق الذي يسلكه سيبدو هكذا. وإذا بدأنا من هنا قد يبدو بهذا الشكل، وإذا بدأنا من هنا فالمسار سيكون هكذا. أعتقد أنك فهمت الفكرة. طريقة أخرى لتصوره بدلا من التفكير من الأحادي والمسار الذي يسلكه، يمكن أن نفكر ماذا لو لدي بوصلة هنا لنرسمه في لون مختلف. لنفرض أننا وضعنا بوصلة هنا، لا أريد أن أضعه هنا، لنضعها هنا. عمليا مؤشر البوصلة سينجذب إلى خطوط المجال، لذا المؤشر قد يبدو بهذا الشكل، قد يبدو هكذا. وهذا سيكون القطب الشمالي للمؤشر وهذا القطب الجنوبي له. بهذه الطريقة نتعرف على القطب الشمالي والقطب الجنوبي، لذا يحمل الناس البوصلة في رحلاتهم. إذن هذا يعطينا الاتجاه، لكن عمليا إنها تشير إلى المغناطيس، وهذا هو الجدل، أن القطب الشمالي الجغرافي الذي نستعمله هو في الواقع القطب الجنوبي للمغناطيس. ويمكن أن ترى الفيديوهات السابقة التي تتناول مقدمة عن المغناطيسية لعدم الارتباك، لكن أعتقد أنك فهمت الفكرة. القطب الشمالي دائما يشير للجنوب، مثلما الموجب يشير للسالب والعكس صحيح. القطب الشمالي يسير من الشمال، وفي الحقيقة هذا أكبر فرق مفاهيمي، على الرغم من أن هناك خصائص مختلفة جدا، ولكن سنرى في نهاية الأمر ليس سوى الشيء نفسه، حيث لدينا شيء يسمى القوى الكهرومغناطيسية، وسنبدأ بتعلم المزيد عن معادلات ماكسويل، ولا داعي للقلق بشأن ذلك في المفهوم التقليدي للكهرباء والمغناطيسية. هما نوع من أنواع القوى، والفرق الأساسي على الرغم من أن خطوط المجال هي متشابهة، لكن القوى المغناطيسية تكون ثنائية الأقطاب، بينما القطب الكهربائي يكون له قطب سالب وواحد موجب. ولنجد هذا، أنت تقول حسنا، لنرسم هذه الخطوط. يمكن أن تكون شاهدتها من قبل إذا وضعت برادة المعادن هنا حيث تترتب بهذا الشكل، ويمكن أن تقول هذا مفيد، لكن نحدد مقدار المجال المغناطيسي عند نقطة معينة، وهذا شيء مثير للاهتمام. مقدار المجال المغناطيسي هو في الواقع يعرف أو يحدد من حيث تأثيره على تحريك الشحنات، وهذا مثير للاهتمام. لقد ذكرت أنه لدينا قوة معينة تسمى المغناطيسية، وهي مختلفة عن القوى الكهروستاتيكية، لكننا نعرف المغناطيسية بتأثير الذي تحمله على تحريك الشحنات، وهذه فكرة أو مفتاح، وسنتعلم لاحقا. أتمنى أننا تعلمنا في الفيزياء المتقدمة أن المغناطيسية أو المجال المغناطيسي هو ليس سوى مجال كهروستاتيكي.
يتحرك بسرعة عالية وسرعة نسبية، ويمكن أن تنظر إليها كأنهما نفس الشيء، لكن من مرجعية لاحقة. لا أريد إرباككم الآن. على أي حال، عودة إلى الفيزياء الأساسية. إذا عرفنا المجال المغناطيسي، إذا عرفنا المجال المغناطيسي بي بي وهو كمية متجهة، ومجال مغناطيسي نعلم أن القوة التي تحرك الشحنات يمكن أن تكون إلكترون، بروتون أو أي شيء آخر من الشحنات المتحركة أو من الجسيمات، وعمليا هذه هي الأسس. كيف تصبح الجسيمات أسرع في حلقة مفرغة، وكيف يمكن دراستها وتأثير المجال المغناطيسي عليها. على أي حال، القوة المؤثرة على الشحنة تساوي المغناطيسية للشحنة، ويمكن أن تكون موجبة أو سالبة. ضرب هنا المهم في الموضوع، سرعة الشحنة ضرب المجال المغناطيسي. إذا تأخذ سرعة الشحنة وتضربها، بداية مضروبة في الكميات القياسية حيث تضربها مع المجال ومن ثم المغناطيسية، لا يهم، إنها مجرد أرقام وليست متجهات، لكن ضروري أن تأخذ متجه السرعة ومتجه المغناطيسية وشحنة، ومن ثم تحصل على متجه القوة على الجسيم. الآن هناك شيء يجب ملاحظته مباشرة ويعطيك نظرة على ما هو الضرب المتجهي الذي قمنا به، وهذا شيء مثير للاهتمام. الضرب المتجهي يهتم بالمتجهات العمودية على بعضها. فعلى سبيل المثال، إذا كانت السرعة عمودية على المجال المغناطيسي، عندها سنحصل على الرقم. أما إذا كانوا متوازيين، فالمجال المغناطيسي لا يحمل أي تأثير على الشحنة، وهذا شيء مثير للاهتمام. وشيء آخر المثير، عندما نأخذ حاصل ضرب لمتجهين، النتيجة ستكون عمودية على كلا هذه المتجهات، وهذا مثير للاهتمام. إذا المجال المغناطيسي حتى يؤثر على الشحنة يجب أن يكون عمودي على سرعته، ومن ثم القوة عليه يجب أن تكون عمودية على كل من الشحنة والمجال المغناطيسي. أعرف أن هناك تشويش في هذه النقطة. الآن لنحاول حل بعض المسائل، لكن قبل هذا لنتعرف على وحدات المجال المغناطيسي. إذا نعلم أن الضرب الاتجاهي هو نفس، أولا ما هو مقدار أو حجم القوة؟ حجم القوة، وسأغير الألوان هنا، سيساوي حسنا المغناطيسية للشحنة أو كمية الشحنة، إذا الشحنة، ضرب مقدار السرعة، ضرب مقدار المجال المغناطيسي، ضرب جيب الزاوية بينهما، وهذا تعريف الضرب المتجهي إذا أردت متجه القوة فقط. نضرب مقدار المتجهات مع بعضها على حدة، وسنقوم بهذا خلال لحظات. على أي حال، لقد ركزنا على الوحدات. جيب الثيتا لا يوجد له وحدات، لذا يمكن تجاهله. الآن لقد حاولنا معرفة الوحدات للمجال المغناطيسي. إذا القوة هي نيوتن، ويمكن القول أن نيوتن يساوي الشحنة كولوم، السرعة هي متر في متر لكل ثانية، وهذا يساوي ضرب وحدة المجال، وحدة المجال المغناطيسي لنرمز لها بالرمز بي يونت. الآن لنرى، إذا قسمنا كلا الطرفين على كولوم لكل متر في الثانية، نحصل على نيوتن لكل كولوم، وثم قسمنا على متر في الثانية، هذا سيساوي ونفسه ثانية لكل متر، وهذا سيساوي وحدة المجال المغناطيسي، سيساوي وحدة المجال المغناطيسي. إذا المجال المغناطيسي يعرف بهذه الوحدات، نيوتن في الثانية على كولوم في المتر، وهذا مفكك بعض الشيء، وهذه
سميت نسبة إلى عالم اسمه نيكولا تسلا. إذن 1 نيوتن ثانية لكل كولوم متر، لكل كولوم متر هو 1 تسلا. 1 تسلا. في الواقع الوقت ينفذ من الآن، كنت أريد حل سؤال هنا لكن لنفكر في الموضوع لثوان. بالرغم أنه في الحياة نتعامل مع المغناطيسية من خلال تعاملنا مع مغناطيس، وربما هي في الأساس تختلف عما كنا نتصور أقل من تصورنا عن الكهرباء، لكن المغناطيسية أو وحدات الحجم تعرف بمدى التأثير، في تحريك الشحنة. لهذا الوحدة التسلا تعرف بنيوتن ثانية لكل كولوم. إذن الشحنة الكهروستاتيكية لكل كولوم متر. إذن سأترككم الآن وأراكم لاحقا، لكن سيكون هناك منطقية أكثر عندما نحل بعض المسائل مع أرقام في الفيديو التالي. أراكم قريبا، إلى اللقاء.